اللي بيحصل لما بتشوفوا الزعيم في فيلم من افلامه او مسرح بنفشخ به بنبسط به. نعم بتحس طبعا بال طبعا دم بحل طبعا دم بحل تفضلوا يعني اتفضل. لو هو ماشي واحد قال له يا بخريني هيلف الطهر ويلف الطهر على طول لانه هو اللقب هي كلمه بخريني جديده يعني لقب العيلة هو طبعا يعني الجمهور ما يعرفش غير اسم الزعيم عادل امام عادل امام بخريني طبعا لقب ما هو ابن عم منين نعم طبعا هو مولود بمدينة المنصورة بقرية اسمها شوها تعتبر عروس وجه بحري لكن انتم كأهل الزعيم عادل امام طبعا بتفتخروا بيه امام طبعًا. العالم كله طبعا بنفتخر به ونتمنى له السعادة نعم في عيد ميلاده نتمنى له السعادة وانا بلغت الرسالة دي من كام لقاء صحفي جه بلغت له الرسالة دي ولعل الرسالة توصل على الهواء مباشرة طبعا كل اللي عاوز يجي يزور مسقط راس عادل امام بيجي لك البيت الحاج محمود البخاريني اكبر مني سنان بس كل واحد انت في الاصل هنا في المكان طبعًا. هنا طبعا